بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإلى تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة وهي خير ما نفتتح به هذا اللقاء يتلوها بيننا المقرأ السمير سعد الله فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سپاسی اکو ما نبوتا دکیری که زحمت دارم که
كشاعر غيب دعاكم مو عم بنوي عشرة كمان دوا بخير المسجد بخير المسجد واسمحوا لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ نزر مجيد فتح الله بيرد شيخ عام عشيرة أدلو في العراق، أهلا ومرحبا بك. كلمة الشيخ صلاح الدلوي شيخ عشيرة الدلو في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. باسمي وباسم أولاد أمتي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب نرحب بدموم الشيخ المصري المجيد فتح الله بيك شيخ عشيرتنا العام عشيرة الدبل ونرحب بالضيوف الأعزاء من السادة الشيوخ والشخصيات المحترمين وأبناء عمومتنا من عشيرة الدلو القادمين من ربوع عشيرتنا عريقة في خانقين وكلال وكفري وصرقلعة وأربيل وكركوك وسليمانية والمناطق الأخرى. طبعا أرحب بالدكتور عبد الفتاح قائم مقام مدينة الصدر ونشكره على سعة صدره لنا وفتح أبواب هذه القاعة من أجل استقبال هذا المؤتمر وفجزير شكرا. وإن هدف هذا المؤتمر هو زيادة أواصر الألفة والتعارف بين أبناء عشيرتنا من جهة وبين العشائر الكردية والعربية الأصيلة المتواجدين في هذا المحفل المبارك وفي كل محافظات المناطق العراقية. كما نعلم من خلال هذا المؤتمر أيضا تكاتفنا مع العشائر العراقية الأصيلة بجميع أسمائها التي تربطنا معهم علاقات أخوية مبنية على أواصر الحب والاحترام والتقدير. كما نعلم دعمنا للقوات الأمنية بجميع صنوفها لنساهم معهم في استقرار الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في مجتمعنا والقضاء على الإرهاب وكل ما يؤدي إلى ذات السلم الأهلي. وإن نفتخر بأننا كنا يوما من دعاة الوطنية والتآخي بين جميع أطياف الشعب العراقي. وإن تاريخ عشيرتنا بشيوخها ودواوينها يشهد بذلك حيث إن عشيرة الدلو حالها حال العشائر العراقية الأصيلة الأخرى اشتركت في ثورة العشرين التي حاربت المحتلين الإنجليز وكان لهم دور كبير في مقاومة الاحتلال الإنجليزي آنذاك في قضائي خانقين وكفري. فأهلا وسهلا بكم وبهذا الجمع المبارك بإذن الله في هذا اليوم المميز بحضوركم ونقدم لكم شكرنا وامتناننا لتلبيتكم دعوتنا. وأختم كلمة المتواضعة بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ صلاح الدلوي شيخ عشيرة الدلو في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. الآن نستمع إلى كلمة الأستاذ طارق الزوفي أستاذنا في التاريخ يتحدث عن عشيرة الدلو فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ نزهر بيك الشيخ العام لعشيرة الدلو الشيخ صلاح شيخ عشيرة الدلو في بغداد ووسط وجنوب العراق السادة الشيوخ الكرام أصحاب الرفعة المبجلين ضيوفنا الأعزاء دائما عمومتنا الغوالي أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فمن دواعي سروري أن أتشرف بالوقوف بين أيديكم
وأعتبر على حضارة تاريخية راجيا منه تعالى أن يلهمني الرشاد والصواب. إن الشعب الكردي كباقي شعوب هذه المنطقة مكون من قبائل وعشائر شتى، وهي بمجموعها تكون هذا الشعب الذي لم يأل جهدا في خدمة هذه الأرض وهذه البلاد. ونحن ندلو إحدى هذه العشائر، ولنا تاريخنا وأمجادنا والتي بحقنا أن نفتخر بها ونتحدث عنها ونحن مرفوعو الرأس. إن تاريخ عشيرة الدلو يعود إلى أكثر من 1000 عام، بل لا أبالغ عندما أقول إن تاريخها يعود إلى أقدم من ذلك بكثير. وقد أرجع بعض باحثينا عندما بحثوا في الأرشيف والوثائق العثمانية، أرجعوا نسب الدلو إلى الصحابي الجليل جابان الكردي، فنكنا بأبي ميمون وقبلها إلى البلويين. وبسبب المصائب والويلات التي كان للكرد نصيب الأسد منها، في أغلب الأحيان لم يتسنى لنا كتابة تأريخ الدلو بكل ما فيه من مآثر وأمجاد وبقيت مخبأة في بطون أمهات الكتب والمخطوطات كاللآلي في الأصداف. ونتيجة لما قام به أبناء الدلو وقدموه من رسالة وبطولة، فقد تعرضوا بعدها لحملات التنكيل والترحيل، ولهذا تجد أبناءها مشتتين في كل أرجاء البلاد، وإن كانت قلوبهم تنبض بحب قومهم ونار الحنين تنطرق في جوانحهم. فهي فرصة لإعادة وشائج القربى من جهة، وفي الوقت نفسه هي فرصة للإطلاع على تاريخ هذه العشيرة الإعطاء. وأدعو الله سبحانه أن يبارك في هذه الخطوة ويجعلها فاتحة خير للجميع، ومن الله التوفيق والسلام. شكرا للأستاذ باب الأزر. نستمع الآن إلى كلمة الدكتورة أشواق الجاف مسؤولة الفرع الخامس من حزب الديمقراطي الكردستاني، يلقيها على حضراتكم الشيخ داود السرمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الشيوخ ووجهاء أبناء عشيرة الدلو، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم لكم باسم الدكتورة أشواق الجار مسؤول الفرع الخامس لحزب الديمقراطي الكردستاني بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عقد مؤتمركم العشائري في بغداد، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. يكون هذا المؤتمر بادراً تقوية تواصل الأخوة والمحبة والسلام بين العشائر الكردية مع أبناء العشائر الأخرى. هذا ولكم منا أجمل التحيات والأمنيات. الدكتورة أشواق الجار مسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني. تسلم لكم الله الكريم الرحيم، ويدخلون من الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من بيته وإخوانه. صدق الله العظيم. الشيخ بزر مجيد فتح البديل الدلوي رئيس عام عشائر الدلو، الشيخ صلاح الدلوي المحترم السلام عليكم ورحمة الله. باسم قبائل العزة وباسم اللجنة المركزية العليا للعشائر العراقية في المركزية العليا أبارك لكم هذا المؤتمر لعشائر الدلو، والذي هو يجسد حقيقة وحدة الشعب العراقي الذي نطمح كلنا من أجل توطيد هذه العلاقة وهذه المؤتمرات
يكون موحدا لأبناء شعبه الكردي والعربي والعشائر. حقيقة هي صمام الأمان في هذا البلد الذي تكالبت عليه الأعداء من كل مكان. فأوابك يا أخواني وخوالي ذلول، ومن أقول خوالي فعلا حقيقة أنا جدي متزوج من أخوات الذلول وخلف يعني أبناء أمتي وأخواني حقيقة، ونعتز بهذه العشيرة الأصيلة. فنبارك لكم هذا المؤتمر، وإن شاء الله نزيد حقيقة من المؤتمر اللي تعطي رسائل لمواصلة القول لكل أعداء العراق. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة الدكتور عبد الفتاح كاظم قلم مقام الصدر، فليتفضل. مشكور السادة العلوم مشايخنا الزعماء الدكتوراه المسؤولين الأخ الفاضل رئيس مشروع البلد المختار، زوارنا وضيوفنا المعلم المستانف من باقي محافظات العراق، حياكم الله وحياكم في مدينة الصدر مدينة المجاهرين ومدينة الشهداء مدينة المعارف السلمي. هذه المدينة التي شكل فيها إخواننا من الكرد عنصرا أساسيا وبارزا وحيويا، ولعله من أهم الأشياء في هذه المدينة والقطاعات هي القطاعات التي يبطلها إخواننا الكرد. وحسب مسؤولياتي وحسب وجودي في هذه المدينة، فإن أغلب عمليات التنقل السكاني داخل مدينة الصدر دائما تميل إلى القطاعات التي يسكنها أخوتنا الكرد لما في حياتهم من تنظيم وللأمانة واستقرار وأمانة ونظافة. وهذا لاحظناه يعني خلال مدة وجودنا في هذا المدينة. بصراحة نحن نفتخر في هذه المدينة أن يكون أن تكون متنوعة. شكرا للسيد عميد أحمد جلال ويسجد الدلو بتكريمه الشيخ صلاح الدلوي، وإلى اللواء ركن عبد الله الدلوي وإلى السيد حيدر الدلوي شكرا جزيلا لكم. أكيد الجائزة الفخرية للأمير ويسي بيق الدلوي. هنية من الشيخ أحمد السلطان المهنة، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشيرة الدلو العريقة، أخوتنا وأعزائنا وأشقائنا والمقربين على قلوبنا من خلال الشيخ صلاح، نحب نرحب بكم بهاي المدينة، وشرفتم وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم القبيلة والعشيرة أمانة في عنق وفي رقبة شيخ العشيرة، لأنه أب للكل وأخ للكل. وكما قالت الحكمة أو بيت الشعر، قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. فأخوتي الأعزاء، شيوخ الأجلاء، شبابنا، العشيرة أم، وإحنا نحث ونركز على أنه تكون العشيرة هي رابط لكل الشباب ولكل الأخوة الأجلاء والأعزاء. ومتهمنا أنه شيوخ العشائر جزاهم الله خير كانوا صمام أمان لكل المقدرات لا سمح الله والمشاكل اللي جرت على هذه العشيرة العشائر الأصيلة. وما يخفي القول عن شيخنا الخاضع شيخ علي أو المشكلة اللي جرت قبل أيام، وأنا أحث على إيده قبل شوية شفت أختي وياه أبو الله يجزاه خير،
والله يجعلهم ان شاء الله من مفاتيح الخير وما غاليهم ان شاء الله. عشيرة الدرع عزيزة اخوتي الاعزاء، انا اليوم شرفت بكم وإن فرصة سعيدة أن أتعرف عليكم. بس أحب أرسل رسالة كما قال أخي الشيخ أبو أمير العزيز. أنتم إحنا نوصي ولدنا الحمد لله وأن تطلع خارج الولاية تصير الولاية هلا. وأنا أقول لكم والله عندكم مجتمع مع احترامي كل المسميات. شيخ صلاح أخنا العزيز والله رجل يرفع بيه الراس ومراية ناصع الوضوح والشبابية لكم ونقل خير رسالة عليكم. واحنا نحثكم على هذا الامر بانه كل هاي الشباب تصير تجربة كتجربة الشيخ صلاح. احنا صراحة الشيخ علي قريب عليكم من البديالة ومتخالطوا ياكم بس احنا من الفلوجة. كان احسن تواصل بيننا وبين الشيخ صلاح. ووقف مواقف مشرفة وكل شيوخ القرنية وما قصر بدون استثناء. حياكم الله كل اهل مدينه بغداد شرفتوا ولو اني اصعد على منصب الشعبوني سواء بهذا ما اقدر اعوفه. اعوقكم الكل بالعزوميه الشرفوني يمي انتم كل الحاضرين الشرفوني. دكتور سيد القيم مقام فرصه سعيده من اخوتنا عزيز علينا. يعني احنا اليوم جينا ادعينا من شخص واحد من طلعنا قاعدين طلعنا خابر بناخذ يجوز 5-6. فهاي المؤتمرات انا اعتبرها مؤتمرات ناجحه ولا تخافوا امشوا ورا العشيره ما لكم علاقه لان كلها صفوات امان واكو ناس اتحطوا بخت واكو ناس شيوخ اعراق شرفاء ولد حمايل ابد ما ياخذون الطريقين فيه. هاي وحده واثنين اذا انضبطوا في مدينه العائله وطلع شباب محترمين يؤدي الى انضباط العشيره وطلع شباب وناس محترمين وناس اجلاء راح ينصلح البلد ولا تخافوا وان شاء الله الجاي احسن وان شاء الله الجاي اكرم من العراق ان شاء الله. وانا اسف على الاطاله بس صراحه بقلبي فرحه مع احترامي للمؤتمر واهله لخال الشيخ علي على الفتنه اللي اعلنت بجاده وادت الى 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 دفنها وادها بمخها بصفته. واحنا انا احب ارحب واتشرف بالشيخ مسلمين اخنا وعزيزنا مضايفنا بيوتنا اهالينا كل محاضرين لك بالعزوميه باي وقت تعتبر انت ونجي وياكم. وانا اسف على الاطاله واسف على الكلمات اللي انه انا ما اقدر اتخلى الكلمات من امك. السلام عليكم ورحمه الله. تهنئه خاصه اكيد من لجنه رزقالي الى شيخ عام عشيره الدوله في العراق الشيخ مزهر نجي فتح الله بيك وللشيخ صلاح الدلوي شيخ عشيرة الدلوي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. يتفضل السيد العميد أحمد جلال ويسي بيك الدلوي لتكريم جائزة الفخرية للواء الركن عبد الله الدلوي وكذلك السيد حيدر الدلوي فليتفضل. ولدي أيضا اللواء الركن عبد الله الدلوي كلمة بسيطة إلى حضرتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا اليوم ولدتوا من جديد يوم تاريخي مشرف بحضور السادة شيوخ العشرة ووجهاء الأخوة العرب لأنهم مضيفون فأنتم تسوقوننا. وتحية خاصة لجميع الحضور وخاصة الأخ السيد قام مديرة الصدر ولا ننسى قام بواجبه أكثر من عندنا. ونحن نشكر جميع الحضور وخاصة الذين عانوا من مشقة الطريق والسفر وهناك أخوانهم خدامكم من عشيرة الدلو قدموا من محافظة بابل وكربلاء والمحافظات الجنوبية والوسط ومنطقة كربلاء الثالثة كذلك كفرين. وبالحقيقة يعني اليوم أكثر يشخص صدورنا بحضوركم. وأود أن أوضح لكم نحن أحفاد القائد إبراهيم خان دلو ويسي الدلو فتح الله دين الدلو إبراهيم خان دلو قائد المحور في كفرين الانجليز في عام 1919. فتح الله دين الدلو ويسي الدلو رئيس رؤساء عشائر الدلو. الابن يطيع ابيه لكن ابيه يطيع شيخ العشيره. يعني معناته شيخ العشيره هو اللي يسند القانون. واحنا يد بيد لوحده العراق ولنبذ الطائفيه لان الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم
احنا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. صدق الله العظيم. شيخ عشيرة القرلوس إلى الشيخ مسهر مجيد فتح الله بيك شيخ عام عشيرة الدلو إلى الشيخ صلاح الدلوي شيخ عشيرة الدلو في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. شكرا جزيلا لك. تهنئة خاصة أكيد من السيد سردار أم أمين دلو يبارك أكيد لكم عقد هذا المؤتمر في بغداد وعلى قاعة شهداء الصدر. يبارك لكم هذا الإنجاز الكبير ويتمنى الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك شيخ عام عشيرة الدلوي للشيخ صلاح الدلوي كل الحب والتقدير لكم. شكرا جزيلا للأخ سردار أمامي. برقية تهنئة باسم عائلة سمين قهرمان الدلوي. يبارك لكم إقامة مؤتمركم كما يبارك الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك والشيخ صلاح الدلوي النجاح هذا المؤتمر ويتمنى لكم الموفقية والتألق إن شاء الله في مؤتمرات أخرى وأكيد لنا ولكم إن شاء الله مؤتمرات ومناسبات جديدة إن شاء الله. تهنئة خاصة أكيد بمكتب شؤون العشائر الفوج الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك وإلى الشيخ صلاح الدلوي. شكرا لكم. من الشيخ غازي زندنة الشيخ عشيرة زندنة في بغداد إلى الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك وكذلك إلى الشيخ صلاح الدلوي مشكورا. شكرا جزيلا لك الشيخ غازي زندنة الشيخ عشيرة زندنة في بغداد. فليتفضل السيد العميد أحمد يقدم الجائزة إلى الأخ العزيز حيدر الدلوي. أكيد مشكور تعبك يا حبيبي يا حيدر لك بصمة جدا مهمة في نجاح هذا المؤتمر. تهنئة خاصة من ملا طيب باجلاني للشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك الشيخ عشيرة الدلو العام وكذلك إلى الشيخ صلاح الدلوي الشيخ عشيرة الدلو في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. تهنئة من الدكتور فؤاد خرشيد باجلاني يهنئكم بهذا الإنجاز العظيم. شكرا لك الدكتور فؤاد خرشيد. تهنئة خاصة من الشيخ برهان قربة الشيخ عشيرة قربة في بغداد يهنئ الشيخ مجيد وكذلك الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك والشيخ صلاح الدلوي بنجاح هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك. وتهنئة خاصة أكيد من الشيخ سيروان الزهاوي والشيخ فاضل الزهاوي إلى الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك وكذلك إلى الشيخ صلاح الدلوي. شكرا جزيلا لكم. تهنئة خاصة من الحاج ثامر من الهاشمية إلى الشيخ مزهر مجيد فتح الله بيك وكذلك إلى الشيخ صلاح الدلوي. شكرا جزيلا لك الحاج ثامر. نجاح هذا المؤتمر أحبتي الحضور هو نجاحكم. شكرا لكم جميعا. شكرا لجميع الحضور. شكرا لأولاد العم. شكرا لعشيرة الدلو. شكرا لجميع العشائر الحاضرة في هذا المؤتمر وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر. لا ننسى بقرب مقام مدينة الصدر لمساهمتي الفعالة في نجاح هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لك. برقية تهنئة ومباركة إلى قبيلة الدلو عشائر الجمهور في محافظة بابل الشيخ رعد حمزة العطوان كل الهلب الشيخ رعد. كلمة الختام مع الشيخ صلاح الدلوي الشيخ عشيرة الدلو في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. فليكن الشيخ صبحي القرموسي إلى حضرتي الإنسان المتواضع أمامكم الشيخ مزار الحضرتي. أشكر جزيلا على التهنئة.
اخواني اعزاء طبعا اولا في ختام هذا المؤتمر الذي نتمنى ان يكون قد نال رضاكم ونال رضا رئاسه المؤتمر من عشره الاخوه. اولا نحن نستحقكم وبوجودكم معنا هذا اليوم ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون شرفنا على خير وبركه. انا صراحه يعني مجلس كنت نبحث عن عنوان المؤتمرات رغم انه في عشره فقلنا عشائر واحدة المجتمع ولا تفرق على عشائر تفرق المجتمع. احنا عشائرنا هي الرسيلة والأمنية. نحن كنا ان شاء الله اخوة بشكل انساني وبالدين. وانا اتمنى الاطياف للجميع للعرب عربا وكردا من كافة اطيافهم ومكوناتهم. واتمنى بكل مكونات الشعب العراقي الخير والبركة. انا اشكركم شكرا جزيلا نيابة عن الشيخ مثل مجد الحلبي الشيخ حامد الشيخ الدولي وعن شيوخنا الاعزاء اولاد امتي في كل محافظات العراق. وفي الختام شكرا جزيلا واتمنى من حضراتكم ان نجتمع ان شاء الله خير وبركه. حاليا نحن حاليا موجودين في الاعزاء ان شاء الله واتمنى منكم انتظار خير وبركه في مانع المدى مع هذا الشكر وتقدير.